ليه بروكسيمال سنترال راوند في ايبيكال مايكرو في اللايف وميزل فور في ميزل فور في طيب بصوا شايفين البيزل انفولدنج بص ثنائيات اهي في السلم البريد بيزل انفولدنج الصوره دي مهمه دي جت اختبار في العام هي والانتيلوسايت تمام الصور دي بتيجي اختبارات يعني ممكن اللاب ده تحصل منه 3 صور 4 صور في الاختبار انا بقول لك اهو في بيزل انفولدنج اهي والميتوكوندريا اللي انت شايفها دي ايه دي ميتوكوندريا داخل البيزل ايه انفولدنج نعرف البروكسيمال كونفولوتد تبيول بالبيزل ممبرين انفولدنج تمام ومع الانفولدنج يعني داخل الانفولدنج دوت فيه ايه في ميتو ايه كونتري يجي لك سؤال يقول لك الانتفال بيكشر دي سيب الجوال يا اخويا الانتفال بيكشر دي هتقول لي بروكسيمال عشان انت مش مركز تمام الشرح شوف اللي اسمعني الصوره دي اسمها ايه بروكسيمال بس بروكسيمال ايه كامل الاسم كونفولوتد تبيول سيلز شكل الخلية شكلها كيف ده مهمة دي كل مرة بتيجي كل سنة بتجيبها في الاختبار روح كاتبين عليها انتيروسات وروح مديهم صفر واجيب لهم اللي اجيب لهم الاثنين الانتيروسايت والبروكسيمال كونفولوتد تبيول روح كاتبين على الانتيروسايت بروكسيمال كونفولوتد تبيول وبازيرو على دي انتيروسايت وبازيرو تمام كيف نعرفهم من بعض بالبيزل انفولدنج دوت بص في بيزل انفولدنج ومليانه ميتوكوندريا هنا كتير اهي كل الحتت السوداء دي ميتوكوندريا وده بيزل ايه انفولدنج تمام يبقى ده بروكسيمال كونفولوتد تبيول شكلها كيف سيمبل ولا سيراتيفايد سيمبل ولا سيراتيفايد كيوبيكال ولا كولامينر كيوبيكال عليها ايبيكال مايكرو في اللاي ولا ملهاش على اللاترال سيرفيس في ايه في ايه على اللاترال سيرفيس شكل النيوكليس كيف راوند اند بيزل شكل النيوكليس كيف راوند اند بيزل اسيدو فيلك ولا بيزو فيلك اسيدو فيلك ولا بيزو فيلك طيب بص الفرق بين الصوره دي بص البيزل انفولدنج اللي تحت دي تمام والميتوكوندريا البيزل انفولدنج اهي تمام اللي هي دي البيزل انفولدنج الرمادي والميتوكوندريا اللي هي الاسود ما بين الايه الانفولدنج بص الفرق ما بينها وما بين الانتيروسايت صغيره انفولدنج انا بحب اقفل الروم كده عشان تيجي الصور قدامنا والكلام شايفين فين البيزل انفولدنج فين الميتوكوندريا فين الشرط الرمادي اللي كانت هنا فين النقط الميتوكوندريا السوداء الموجوده تمام ماشي يبقى ايه الصورتين دول تخلي بالك ان هم ايه مهمات وبييجوا من الاختبار اعطينا الاتندنس